أنا نيابة عن نفسي وعن الأزهر الشريف بنوجه رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات في جمهورية مصر العربية عموماً وفي ديروط خاصة. هذا خلفنا قناطر ديروط الجديدة التي ستوفر المياه إلى الأراضي الزراعية والكهرباء إلى مركز ديروط. ولو نظرنا على شمالنا لوجدنا محطة ديروط التي فيها القطارات الحديثة، وكذلك في قريتنا نجد الإحلال والتجديد للمستشفى وللبنك وللمدارس وحياة كريمة، وكذلك الترع وتبطينها لتوفير قطرة المياه للزرع وللبشر. فأوجه رسالة وأدعم السيد الرئيس دعما خالصا من قلبي على هذا الإنجاز، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.